السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مجددا في قناة بيوتي باي خديجة. في هذه الوصفة إن شاء الله هنشوفوا واحد الوصفة اللي جد رائعة 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 جدا، إن شاء الله تجربوها وتردوا عليا إن شاء الله. دونك هنايا قبل ما نبداو الوصفة نتاعنا، تنتمنى من اللي تيشاهد القناة أو تيشاهد الفيديو الى عجبو المحتوى الفيديو يضغط على صابوني وعلى الجرس باش توصل بكل جديد. دونك هنايا هاد الوصفات، هاد الوصفه اللي نديرها معكم كما قلت لكم، بالنسبه اللي عند السيده او الرجل او المراه اللي عندهم الشعر الجاف ومجعد، هذا من اول استعمال، صدقوني من اول استعمال تتشوفوا واحد النتيجة مبهرة. هاد المكونات عندنا موجودين في أي مطبخ. دونك شنو هما هاد المكونات؟ المكون الأول عندنا هنايا هو النشا. هنا عندي ملعقة صغيرة من النشا، ملعقة صغيرة من الويفيرا، ملعقة صغيرة من الفازلين، وملعقة صغيرة من العسل الممتاز. وهنايا عندنا كأس العنبة ديال الحليب الجوز الهين، الجوز الهين. والسيده لما تتوفرش في المطبخ نتاع الحليب هذا الجوز الهين، تنفضل انايا هذا الجوز الهين لانه تيطول لينا الزغبه ديال الشعر وتيرطبها، افضل لينا ناخذ حليب الجوز الهين. الا ما عندكش الحليب نتاعو يمكن لك تاخذي الجوز الهين هكا مقدار كاس، وتزيد ضيفي له واحد جوج مقياس ديال الكيسان ديال العنبه، وضيفيهم الجوز الهين وطحنيهم، وهكذا تصفيو وتتحصلي على الحليب الجوز الهين. دونك هنا هادو هما المكونات اللي عندنا. ندوزو للطريقه كيفاش تنديروا لها. دونك هنايا تناخذوا واحد الكاسخول هكا، واحد الاناء، تنضيفوا اولا تنوضعوا بودرة النشا مايزينا، من بعد هنايا تنضيفو كلشي مكونات، الفازلين كذلك، وهنايا تنضيفو الحليب. دونك هنايا البنات غنخلط شويه هكايا، من بعد غنوضعو فوق النار مهيله، تنحرك باش هكذايا تنحصلو على واحد الكريم لي جد مبهر، مبهر جدا جدا جدا. دونك انا ندير فوق النار ونرجعوا من بعد. والان هالخلطه نتاعنا ها هي دي، بالصحه والراحه. هانتوما تشوفوها على شكل كريمه، هانتوما كما تشوفوا ما تخليوهاش حتى تعقد عليكم بزاف، نو خليوها هكايا على شكل كريمه. دونك هنايا كيفيه الاستعمال، تتخليوها تبرد البنات وتديروها للشعر كامل، وتتسنى عليها واحد ساعة حتى ساعتين وتغسلوها، وصدقوني صدقوني تجيكم واحد النتيجة، نتيجة تجيك مبهرة. دونك وخديجة كما ديما تجيب لكم دائما الوصفات اللي تتكون 100% إيجابية. وما بقى لي إلا نقول لكم مع السلامة في فيديو مقبل، وما تنسونيش بدعمكم بابوني وضغطوا على الجرس وباش توصلوا كل جديد. إذن مع السلامة في فيديو مقبل بحول الله.